شفتوش عندنا نجوم في السماء. هلا رشدي نجمة السماء منورانا النهارده، كل سنة وانت طيب. وانت طيب، ربنا يخليك. مبدئيا كده مستعدة لمغامرتنا النهارده؟ يلا بينا. مستعدة؟ بتستعد المغامرات ازاي؟ انا عامة شخص يعني مغامر، يعني بيحب يعمل اي حاجة جديدة واي حاجة مختلفة بتلاقيني بدوس فيها، يعني مش من الناس اللي بتقلق او بتخاف او بتعلق، ببقى سو اكسايتد يعني. هلا انت عندك مواهب كتير غير الغنى والتمثيل وما كنتش عايزة تقولي لنا عنها، ممكن نعرف حاجة منهم دلوقتي؟ ماشي، ثانية واحدة. أبرا كدابرا. يا نهار، ايه ده؟ ايه اللي جابني هنا؟ سلام عليكم. اهلا اهلا، انا اتخضيت. الحمد لله على السلامه. ازيك يا هلا؟ لا كده هنبتدي نخاف منك بعد كده. انت بتعرفي تسحري كده وتعملي حركات زي كريس؟ الحمد لله. الحمد لله. كريس ازيك؟ اهلا بيك في نجوم السماء. ربنا يخليك. ولا نجوم تحت الارض انت كده بالحركات دي؟ احنا في كل حته. في كل حته. هنعمل كل حاجه. تاخد قد ايه وقت عشان تتدرب على الحركات دي؟ دلوقتي ما باخدش وقت زي زمان، يعني دلوقتي اي لعبه جديده خلاص، يعني ممكن نص ساعه او اشتريها واروح اعمل بيها العرض يعني. طيب لو جات لك السوبر باور تسمعي الناس بيقولوا ايه من وراكي؟ لا ما احبش كده. ليه؟ يعني يمكن يعني بحب دايما اشوف البني ادم زي اللي انا شايفاه، ما احبش اعرف عشان اتعامل يعني بنيه حلوه مع الكل. ما احبش اعرف حاجه. لا. بما ان هلا وكريس عندهم قدرات خارقه من اول الحلقه لحد دلوقتي، واضح ان روح المغامره عندكم عاليه جدا، فعشان نتاكد من الروح دي هنروح للفي ار تيست وبعدها تاخدوا درجه المغامر ونعرف انتوا قد المغامره ولا لا. جاهزين الفي ار تيست؟ طبعا. طب يلا بينا. يلا بينا. يلا جو. انا شايف حاجات جامده جدا، انا عايز اعيش جوه. لا يلا طير يا اخويا طير. هطير هطير، انا مش هخسر. انت شايف معايا ولا؟ بسرعه بسرعه، اسرع اسرع. تحكوش عليا. واو دي جت، سرعتها وهقع كده. هسحر سريع بقى، فاهم؟ يس الحمد لله على السلامه. اوكي اصحابي فين؟ اللهم اجعله خير. خضار في خضار. الدوار راحت فين يا رجاله؟ هوب دي كانت هتاخدني. ايه جوه الدايره؟ جوه الدايره. هلا اطلع فوق بالشفا ان شاء الله. الف مبروك. نتيجة الفي ار تيست كريس المصري 100% مغامر، مش سهل خالص ويعمل اي مغامرة. اما الاستاذة هلا رشدي للاسف مغامر ملوش فيها مغامر تنك. ولازم تعملي مغامرتنا النهاردة. فهنطلب من كريس يعلمك تريكاية، لو عملتيها صح ماشي هتفوزي بتأشيرة المغامر. اختاري اي كارت انا هعملها فيك الاول وبعد كده هعلمها لك. خلاص شوفي شكلها ما تقوليش هي كام. حاضر. حطيها في نص الكوتشين هنا. فاكراها صح؟ عايزك تقولي في سرك انت اخترت كام. قلتيها 8 صح؟ بص بقى تعليم اللعبه دي ايه. اختاري كارت ما تقوليش هي كام. ماشي حطيه مثلا هنا. بصي انا بشاورت لك. ماشي انا شاورت لك بصباعي ده هنا. ده هدفه ان انا ابص على ورقه دي أصلي. دي كام؟ واحد. فاروح ادور على الواحد فين؟ لان انا ده اللي انا شفته الواحد. فانا حطيت الواحد فوق ورقتك. فانا عرفت ان هي 7. بعد كده اقول لك قوليها في سرك. ف اختار ورقه. ساحره ساحره. هلا المصري. خلاص خلاص.
اسمي اسماء احطها فين؟ حطها هنا. ماشي حطيتها. اوكي اخترت اربعه صح. الله نجح. الله يا جماعه انا كده اخدت التاشيره. وكده هلا وكريس مستعدين للمغامره بختم تاشيره المغامر اللي مش سهل خالص. يلا بينا على مغامرتنا.